الكثير منا سمعنا عن المصطلح دروب شيبينج، ولكن الكثير لا يعرفون ما هي معناها. وفي هذا الفيديو سأشرح لكم بالتفصيل معنى هذه الطريقة وكيف تعمل. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. طريقة الدروب شيبينج تعني بيع أو تسويق منتجات لموردين من جميع أنحاء العالم. بالتالي هذه المنتجات لن تكون مخزنة لدينا، إنما لدى المورد الذي سنعمل معه. وفي حالة إحدى الزبائن تشتري المنتج، نحن نبلغ الموردين الذي سنعمل معهم بحصول الصفقة، ونرسل لهم عنوان الزبون الذي اشترى المنتج، والمورد هو الذي سيرسل المنتج للزبون. لأبسط الشرح أكثر، جهزت لكم صورة تسهل عليكم فهم العملية. كما نرى في هذه الصورة، يمكن رؤية كيف العملية تتم بالتفصيل. هذا هو نحن التاجر الذي نبيع في موقع إيباي، والعملية الأولى التي يجب علينا فعلها هو إيجاد المورد وإعلان المنتج في موقع الإيباي. كما نرى، هاي العملية الأولى، إعلان المنتج في موقع إيباي. عند إعلاننا المنتج في موقع إيباي، وإحدى الزبائن، إحدى المشترين يشتري المنتج من موقع إيباي، كما نرى العملية الثانية التي ستتم، أن إحدى الزبائن سيشتري المنتج، وفي هذه الحالة المشتري سيدفع ثمن المنتج حالا، ونحن التجار نستقبل المال حالا من خلال موقع بايبال. فكما نرى هنا، هذه العملية الثالثة، الزبون المشتري يدفع ثمن المنتج حالا، ونحن التجار نستقبل المال حالا لحسابنا في البيبل. ففي هذه الحالة، عندما نتأكد أننا استقبلنا المال، نتوجه للمورد ونشتري المنتج الذي المشتري اشتراه. نشتري المنتج من المورد، ومن ثم المورد هو الذي سيشحن المنتج للزبون. إنها عملية بسيطة وسهلة الفهم. يمكن المورد أن يكون موقع أمازون، موقع أليكسبريس، أو مورد خاص الذين تعملون معه مصنع معين. فهكذا تتم عملية الدروب شيبينج. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحتم في إضافة معلومات مفيدة لكم. ولكل الأشخاص المعنية ببدء العمل بطريقة الدروب شيبينج، جهزت لكم سلسلة فيديوهات تدريبية ومجانية تشرح لكم كيفية فعل ذلك. كل ما عليكم فعله هو كتابة تفاصيلكم بالرابط المبين تحت الفيديو، وسأرسل لكم سلسلة الفيديوهات. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيباي وأمازون. أتمنى لكم النجاح والكثير من التسوق في موقع إيباي. سأراكم قريبا، وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.